إذن مجموع 13 مهر يتنافسون في هذا الشوط. We have a total of 13 contenders in this class. غادر الأمهار العرض الجماعي ونعاود نستقبل كل مهر على حدة.
نتابع مع نتيجة المهر رقم 84 هزاع البداير للمالك سيد هزاع محمد سالم سيف الدرمكي. هوية العربية لهذا المهر 19 18.5 19 18.5، الرأس والعنق 19 18.5 19 18.5، الجسم 18 17.5 18 17.5، القوائم 215.5 215، حركة 19 من جميع الحكام ليصبح المجموع 89.50. 89.50 the total points for court number 84 هزاع البداير owned by مستر هزاع محمد سالم سيف الدرمكي. نتابع مع نتيجة المهر رقم 85 نبيل الفراس للمالك سيد فراس فؤاد عبد الهادي مشعل. هوية العربية 19 19.5 19 18.5، الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 18.5، الجسم 18 18.5 مرتين 18، القوائم 215.5 15 15.5، حركة 219 مرتين 18.5، يصبح المجموع 90 نقطة. كورت نمبر 85 نبيل الفراس owned by مستر فراس فؤاد عبد الهادي مشعل got a total of 90 points.
المهر رقم 86 للأسف تم استبعاده لأنه يعاني من العرج. And for colt number 86, unfortunately was a lame colt. نتابع مع نتيجة المهر رقم 88 رياض آر أم للمالك سيد حماد سيف سعيد حماد الزعابي. هوي العربية لهذا المهر 18.5 وثلاث مرات 19، الرأس والعنق 18.5 19، 18.5 و 19، الجسم مرتين 18 17.5 و 18، القوائم مرتين 15.5 15 15.5، الحركة 18.5 19 18 19، ليصبح مجموع رياض آر أم 89.50 نقطة. 89.50 the total points for court number 88 Riyadh RM owned by Mr. Hamad Saif Saeed Hamad Al-Zaabi.
نتابع مع نتيجة المهر رقم 89 أمشقي للمالك سيد أحمد حمد سليمان المطلعي اليماحي. تفاصيل هوية العربية 18.5 مرتين 19 18.5 الرأس والعنق 18.5 مرتين 19 18.5 الجسم مرتين 18 17.5 و18 القوائم مرتين 16 مرتين 15.5 الحركة 18.5 بإجماع الحكام يصبح مجموع أمشقي 89.63 نقطة. 89.63 the total points for court number 89 أمشقي owned by مستر أحمد حمد سليمان المطلع اليماحي. وإلى نتيجة المهر رقم 90 ES الشيخ عبد الله بن مايد القاسمي. تفاصيل هذا المهر الهوية العربية 19 19.5 19 19.5 الرأس والعنق 18.5 19 18.5 و19 الجسم 18 بإجماع الحكام القوائم مرتين 15.5 15 16 الحركة 19 19.5 19 و19.5 ليصبح المجموع 90.75 نقطة. 90.75 the total points for court number 90 ES Rashid owned by Sheikh Abdullah bin Maid al-Qasimi.
نتابع مع نتيجة المهر رقم 93 سنمار الباهية والكمربط الهيبة للخيول العربية. هوية العربية مرتين 18.5 مرتين 19، الرأس والعنق 3 مرات 18.5 و 19، الجسم مرتين 17.5 17 17.5، قوائم 15 15.5 مرتين 15، الحركة 3 مرات 19 19.5 ليصبح المجموع 89 نقطة. كورت نمبر 93 سنمار الباهية owned by الهيبة Arabian Horse Stud got a total of 89 points. نأتي لنتائج المهر رقم 95 إذن لنتيجة المهر رقم 95 جي اي نجم الجزيرة ملك مربط الجزيرة للخيول العربية. تفاصيل هذا المهر: الهوية العربية 19 بإجماع الحكام، الرأس والعنق 19 بإجماع الحكام، الجسم 18 بإجماع الحكام، القوائم 15.5 15 15.5 و 15، الحركة 18.5 19 18.5 و 19 ليصبح المجموع 90 نقطة. كورت نمبر 95 J.A. نجم الجزيرة owned by الجزيرة Arabian Horse Stud got a total of 90 points.
إذن بالنسبة لي المهر، بالنسبة لي المهر رقم 97 للأسف تم استبعاده لأنه يعاني من العرج. Unfortunately for fault number 97 it was a lame fault. ونتابع مع نتائج المهر رقم 98 رعود الخيال للمالك السيد جاسم محمد عبد الله الخيال العلي. هوية العربية 18.5 بإجماع الحكام، الرأس والعنق 18.5 بإجماع الحكام، الجسم 3 مرات 18 17.5، قوائم 15.5 مرتين 15 15.5، الحركة 19 مرتين 18.5 و 19 ليصبح المجموع 88.88. 88.88 the total points for court number 98 رعود الخيال owned by مستر جاسم محمد عبد الله الخيال العلي. نتابع مع النتائج المهر رقم 100 ربدان الهواجر للمالك سيد غانم محمد عبيد الهاجري. هوية العربية 19.5 من جميع الحكام، الرأس والعنق 19.5 من جميع الحكام، الجسم 18.5 من جميع الحكام، القوائم 3 مرات 15.5 و 16، الحركة 3 مرات 19 19.5 ليصبح مجموع ربدان الهواجر 92.25. 92.25 the total points for court number 100 ربدان الهواجر owned by مستر غانم محمد عبيد الهاجري. Thank you.
نتابع مع نتيجة المهر رقم 101 ناموس الميدان ملك مربط الميدان للخيول العربية. تفاصيل هذه المهر الهوية العربية 19 × 19.5، الرأس والعنق 19.5 × 19، 19.5 الجسم 18.5، 3 × 18 القوائم 15.5 × 15، 15.5 حركة 19 × 18 ليصبح مجموع ناموس الميدان 90.88. 90.88 the total points for court number 101 ناموس الميدان owned by الميدان Arabian Horse Stud. وإلى نتيجة المهر رقم 103 كرمان الباهية للمالك سيد سلطان سيف سالم طماش المنصوري. تفاصيل هذه المهر الهوية العربية 19 19.5 19 19.5، الرأس والعنق 19.5 من جميع الحكام، الجسم 3 × 17.5 و18، القوائم 215.5 15 15.5 حركة 19 19.5 219 ليصبح المجموع 90.88. 90.88 the total points for court number 103 كرمان الباهي مستر سلطان سيف سالم طماش المنصوري. وإذا بالنسبة للمهرين الرقم 85 و95، بما أن هناك تعادل تام بين نتائج المهرين، إذا كان في تعادل بين مجموع المهرين نرجع للهوية العربية بعد ذلك إلى الحركة. إذا تم التساوي التام في نتائج هذين المهرين فنعود استقبال هذين المهرين في أرض الميدان ويتم تقييمهم من قبل الحكم سي والذي تم اختياره بالقرعة. We'll be right back.
إذن إلى 7 مراكز الأولى، ألف مبروك. في المركز الأول المهر رقم 100 ربدان الهواجر، مبارك لي المالك السيد غانم محمد عبيد الهاجري. المركز الثاني المهر رقم 103 كرمان الباهية، نبارك لي الآن سيف سالم طماش المنصوري. المركز الثالث المهر رقم 101 ناموس الميدان للملك مربط الميدان للخيول العربية. المركز الرابع المهر إي إس راشد، نبارك للمالك الشيخ عبد الله بن مايد القاسمي. المركز الخامس المهر رقم 85 نبيل فراس، نبارك لي سيد فراس فؤاد عبد الهادي مشعل. المركز السادس المهر رقم 95 جي اي نجم الجزيرة، نبارك لي مربط الجزيرة للخيول العربية. والمركز السابع المهر رقم 89 ام شقي، نبارك لي المالك سيد احمد حمد سليمان المطلع اليماحي. رحميد جاسم الزعابي عضو مجلس عضو المجلس الاستشاري بالشارقة ورئيس تحرير الأخبار في مؤسسة بيل الإعلام، لتتويج الفائزين بهذا الشوط. So the first place goes for colt number 100 ربدان الهواجر. Congratulations to the owner Mr. غانم محمد عبيد الهاجري. The second place colt number 103 كرمان الباهية. Congratulations to the owner Mr. سلطان سيف سالم طماش المنصوري. And to the third place, the colt number 101, Namus El Maidan. Congratulations to El Maidan Arabian Horse Stud. And the fourth place, E.S. Rashid. Congratulations to the owner, Sheikh Abdullah bin Maid Al Qasimi. Fifth place, نبيل الفراس. Congratulations to the owner Mr. فراس فؤاد مشعل. And the sixth place the colt JA نجم الجزيرة. Congratulations to الجزيرة Arabian Horse Stud. And the seventh place The Colt M. Shaqi. Congratulations to the owner, Mr. Ahmed Hamad Sleiman Al-Matli' Al-Yamahi. Congratulations to all winners. Elf Mabrook. كان هذا ختام يومنا. يعطيكم العافية ونلقاكم على خير غدا. الساعة الثانية ظهرا. في ثاني أيام مهرجان الشارقة كالباء الخامس للجو.